كفي عادي عادي كفي. مشاهدينا مثل هالوقت بالسنة بنسترجع كل اللحظات المؤثرة إن كانت حزينة ولا حلوة، رح نسترجع نحن وياكم بعض الصور بعالم الرياضة يلي أثرت خلال هيدي السنة من شو صار. مجموعة صور بعالم الرياضة تميزت بسنة 2018، ومن بين الأبرز كانت هالصورة بنهائي بطولة العالم لكرة القدم يلي صارت بروسيا، ومنشوف فيها الرئيس بوتين والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو. الصورة الثانية كانت للاعبة التنس سيرينا ويليامز يلي عم بتصرخ على الحكم كارلوس راموس بنهائي السيدات باليو اس أوبن. وبعالم التنس أيضاً منشوف هالصورة للاعبة سيمونا هيلب. وآخر صورة بعالم التنس هي بويمبلدون، حيث منشوف دوقة كامبريدج ودوقة ساسكس. لاعب الفوتبول البرتغالي كريستيانو رونالدو ما كان أبداً مبسوط من قرار الحكم خلال كأس العالم للسنة. وصورة جميلة أيضاً لهاللاعب الروسي يلي التقطت خلال الألعاب الأولمبية، بالإضافة لصورة للمتزلج الصيني كزو مانغاو يلي وقع خلال مباراة التزلج لفريستايل. أما آخر صورة هي لراكب الأمواج الألماني يلي عم نشوفه داخل هالموجة العملاقة. نختم حلقتنا مع دكتور سهيل مطر. اهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. دكتور بتصادف؟ ينعاد عليكم بالخير. شكرا. ولك كمان دكتور. اليوم بتصادف الذكرى 50 لرحيل الاخطل الصغير او بهيدي الفتره. بالفعل الاخطل الصغير توفي سنه 1968، يعني صار له 50 سنه متوفي، ولكن اسمه بقي كبير رغم مرور ال 50 سنه، لانه الاخطل الصغير، وهون بحب ضوي على الاسم، انه الاخطل الصغير هو اساسا اسمه بشاره الخوري. نعم، بشاره عبد الله الخوري. وبنفس الوقت كان فخامه الرئيس بشاره الخوري. لهالاسباب صاروا يفرقوا بيناتهم، بين بشاره عبد الله الخوري الاخطل وبين بشاره خليل الخوري اللي هو فخامه الرئيس. نعم. النقطه اللي بحب اني اشير لها انه عنده بيت شعر أنا دائماً بستشهد بهالبيت، بيقول فيه: سيان عند ابتناء المجد في وطن من يحمل السيف أو من يحمل القلم. اللي بده يبني وطن ما بيقدر يبنيه بس بالسيف ولا بالبرودي ولا بالليرة، اللي بده يبني وطن كمان بده يبني بالقلم. ولهالأسباب الأخطل الصغير مثله مثل البعض الكبار من لبنان، فعلا هن اللي عملوا الحضارة اللبنانية. وإذا بدي أحكي أنا بصدق، إنه بنحكي كثير عن الوزير والنايب ورجل السياسي ورجل المال والأبونا والخوري والشيخ، ولكن أهمية لبنان هي بهالرجال الكبار أو النساء، لأنه مثل ما في عنا الأخطل الصغير في عنا مي زيادي، مثل ما في عنا سعيد عقل، عنا مغنيات أو فنانين. يعني أنا ما بقدر أتصور لبنان بلا فيروز. مش معناته أنه فيروز وبس، لا، في عندي كتير مهمين بهالوطن واجب نضوي عليهم. وهوني بتذكر اليوم أنا وعم بقرأ عنه، لأني أنا عامل كتاب عن الأخطل، بيقول ببيتين شعر: وزراء لبنان، هيدي نعم تمشي هلا. نعم. وزراء لبنان سلوا لبنانكم، أأنا الذي زينته أم أنتم؟ مرغتم بالمخزيات جبينه ولثمته فأضاء منه المبسم. عظمة لبنان بهالرجال هودي، بهالقامات هودي اللي عملوا مجد لبنان. طبعا واسمه بيبقى خالد واعماله بتبقى خالد فعلا. ولهالاسباب نحن يعني بنهدف هلا من وراء تكريم الاخطل الصغير، لانه عم نحاول نعمل احتفال كبير للاخطل بالكازينو، كازينو نعم. لبنان اللي عم بيقدم لنا صالاته من شان الاحتفال. نحتفل بالاخطل
مش من شيء بس تنكرم رجل اسمه الأخطر، بل بالعكس تنضوي على كل الأشخاص اللي ممكن هني نتكرم فيهم نحن، لأنه أنا ما بتكرم الأخطل قدر ما أنا بتكرم. نعم. بالأخطل وقت البحث ألفت يعني. بالأخطل الصغير الشاعر الكبير يلي كان عنده شعبية كتير كبيرة بالبلاد العربية، أنه كان يتعطى أيضا الشأن العام، يعني قليل هن الشعراء يلي مزجوا أو دمجوا السياسة بالكلمة والشعر. لهالأسباب قلت أنا أنه بالكلمة فينا نبني وطن. الأخطل ترشح على البلدية عمل رئيس بلدية. نعم. ترشح على نقابة الصحافة عمل نائب صحافي. صح. ترشح على النيابي ما توفق بالنيابي، لأنه ثم عمل جريدة اسمها البرق. برق. هالجريدة مش إنها كانت جريدة من شان تخبرنا أخبار. نعم. كانت مقاومة. نعم. كانت جريدة عم تكتب دائما بوجه الأتراك. نعم. بوجه ولهالأسباب. نعم. هو وقت اللي سمى حاله الأخطل الصغير ليه؟ لأنه حاول يهرب من عملية السيطرة التركية. أوكي. شو بده يعمل؟ اختفى، هرب. هو أساساً إذا بدنا نضوي شوية على حياته، هو ولد بالبوشرية بجديدة، وبيته بعده هونيك، وفي عنده شارع باسمه هونيك، البلدية بتكرمه كتير. ووقت اللي بلشت المشاكل بينه وبين الأتراك هرب بالأول على بيت من جيرانه، وتعرف بهالبيت على أديل فاضل اللي بدها تصير مرته. نعم. وبعدين هرب على ريفون حيث اختفى هونيك. بس بما انه مؤمن بالقضيه تبعه وضل يكتب. باي طريقه بده يكتب، ما بيسترجي يكتب باسم بشارة الخوري. إيه؟ صار يكتب باسم الاخطل الصغير. كان في قصائد مغنيات كمان لإله، فينا نسمع البعض منها او عن شو؟ هلا هو بدي اقول لك، بيقول ببيت شعر: ولد الهوى والخمر يوم مولدي، وسيحملان معي على ألواحي. يعني كان من شعراء الغزل المشهورين جدا، واللي تغنى كثير: الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك. مشان هيك أطلق عليه شاعر الحب والهوى، وأيضا صفتين: شاعر الصبا والجمال. مظبوط، لأنه هو شاعر الهوى والشباب، وشاعر الصبا والجمال. ومنصور الرحباني بيقول عنه: هذا هو سيد العاشقين. لأنه بالفعل كان عنده بقصيدة بيغنوها بيقول فيها: أأنا العاشق الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفي، لم يبقى لي غد فأفرغت كأسي ثم حطمتها على شفتي. يعني جمع الهوى كله قدر ما كان مسؤول. أنا العاشق الوحيد له، ما بقى في حدا بيحب غيري أنا، قدر ما تغنى بالصبايا. وبالفعل كان من هالناحية هي قدروا. عبد الوهاب غني. نعم. فيروز غنيته. نعم، الراحل وديع السلطان. أسمهان غنيته. فيروز منعرف لها الغنية المشهورة جداً: يا عاقد الحاجبين على الجبين الوجيني. ولكن عبد الوهاب غنى له عدة أغاني. وعبد الوهاب مش بس كان معجب فيه، أولاً كان صديقه، والثانياً وقت اللي سئل: يا عبد الوهاب، يا محمد عبد الوهاب، كيف قدرت رغم صعوبة الشعر عند الأخطل، كيف قدرت أنت تلحن له؟ قال لهم: أنا ما لحنت له، قصائد الأخطل توصل لعندي ملحن مغنات. أيه. إيه ملحني أنا، ما لحنت. هذا بيدل على عمق الموسيقى. نعم. وعلى الإيقاعات الموسيقية اللي كانت بشعر الأخطر. بس أنا بدي كمان ركز على، سألتوني عن إنه مش بس كان أمير شعراء لبنان، كان. نعم. أمير شعراء العرب. العرب طبعاً. إيه من هون بنفتخر نحن بهذا الرجل. أساساً أول أمير شعراء عند العرب كان هو أحمد شوقي من مصر. أحمد شوقي بإحدى المناسبات بيقول هذا القول: لا أمير بعدي إلا الأمين. أوكي. من كان يقصد أمين نخلي. أوكي. أمين نخلي كان مهم، ولو طبعا كان كسول من حيث الإنتاج الشعري، ولكن كان مهم كثير بالشعر. أمين نخلي بإحدى أحد الاحتفالات اللي أقيمت باليونسكو تكريما للأخطل بيفتتح قصيدته بقوله:
أيقولون أخطل وصغير أنت في دولة البيان أمير، وبذلك أصبح الأخطل أمير الشعراء. الشعراء. ومات الأخطل وما أعطى هذا اللقب لأحد من بعده. يعني هذا اللقب اليوم يفتش عن رأس، بعتقد أنه من بعد الأخطل، من بعد سعيد عاقل، من بعد بعض الكبار، مش ممكن يلاقي رأس يستقر عليه. كان حالي بحد ذاته، يعني حتى كان رئيس حزبه السياسي، كان عنده حزب لإله، كان يهتم، مثل من عم بقول أنه عملية السياسة عنده هي جزء من نضاله الشعري والأدبي. ولهالأسباب وقت اللي مثلا يروح على مصر أو يروح على سوريا، مثلا خدي القصيدة اللي متحبة كتير إله عن فلسطين، مشان هيك كان عنده هالقاعدة العربية المتينة، لأنه كان يحكي بالقضايا العربية، كان كتير مثقف من هالناحية وعنده مواقف. وياما في من مثلا هو كان صحبي كتير، هو وسعد زغلول، وقت اللي مات سعد زغلول بمصر، مين بدهم يدعوا من لبنان؟ دعوا الأخطل. يوم افتتح قصيدته بهاي بالبيتين بيقول فيهم: قالوا ذهب مصر دحياء، فقلت لهم: هل غيض النيل أم قد زلزل الهرم؟ قالوا: أشد وأدهى. قلت: وأسفين، إذن مات سعد وانطوى العلم. يعني جعل من سعد أهم بكثير من نهر النيل ومن أهرام مصر، وهذا بيدل على المبالغات وعلى الصور الحلوة اللي كان دايما يفتتح فيها قصائده. بوفاة أحمد شوقي، أحمد شوقي كان بيصيف بعلي، كان صاحبي هو الأخطل. بتعرفوا أحمد شوقي عنده ذكريات كتير عنا، خاصة بزحلة، وتمثاله بكازينو عرابي بعده موجود، ويا جارة الوادي ضربت وعد. بقى انزلق على الدرج بعلي، وقع كسر حاله. ركض الأخطل من شان تيشق عليه، قال له يومتها أحمد شوقي: يا أخطل، إذا مت ترسيني؟ جاوبه الأخطل مازحا: موت ودير علي. علي. وبعدين توفي أحمد شوقي. عمل له القصيدة يومتها المشهورة كمان: قف في ربا الخلد واهتف باسم شاعره، فسدرة المنتهى أدنى منابره، سألتنيه رثاء خذه من كبدي، لا يؤخذ الشيء إلا من مصادره. وهيدي بتدل قديش كان عميق الوجدان بهذه التعابير الشعرية. يعني هالشخصية قد كانت قد هي مهمة، لحتى خصصت كتب من كتبك للأخطل الصغير، لحتى تكشف خفايا يمكن كتار ما قدروا يعرفوها. في قصة وجدانية هون بيني وبين الأخطل. الأخطل كان ساكن بالدورة، يعني بالمنطقة هونيك، بيت عمي كان بيتهم هونيك. أمره أنا من هونيك ولد صغير، يقولوا لي هون بيت الأخطل. تجرأت مرة، ماري عمري شي 15 سنة. أوكي. مرق من هونيك، جرأت طلعت على درج، بعدني متذكر. يعني من عمر ال 15 سنة كان عندك هيدا للشعر؟ أنا ربيت ببيت مع بي خصوصي اللي بيهتم بالشعر والأدب، وهو اللي خليني اهتم باللغة العربية. بقى أنا طلعت لعنده على الدرج، دقيت الباب، فوجئت إنه إجا هو. هو فتح؟ فتح لي الباب. ما بيعرفني، طلع فيه هيك انه شو هالولد شو جاي، يعني لابس روب، بعدني متذكر تماما. قال لي: نعم. قلت له: انا بس مرق من هون وحبيت اتعرف عليك. قال لي: وشو بدك؟ قلت له: بدي اسمع شعر. واو كمان. قال لي: بتلعبني دق باصرة بسمعك قصيدتي. يعني هذا بدل على شو عن جد؟ وصرت صاحبي أنا وياه، مع أني أنا ولد يعني بالنسبة له، صرت صاحبي أنا وياه. تردد عليه وإشياء من هيك، حتى أنه يوم وفاته كنت أنا موجود، يعني قد ما كان عندي اهتمام بهالشيء. بقى أنا عملت كتاب هو مختصر، بس ياما في كتب معمولة عنه بضخامة. طبعا. يعني في إحدى
السيدات الدكتورة اسمها سهام أبو جودي نعم. عملي دراسات وأبحاث وأطاريح دكتوراه. أنت وجهت له تحية من خلال هالكتاب. أنا فعلا هيك أنه قد ما كنت أقدر هذا الرجل، وأنا مثل ما بتعرفي أنا بهتم بالمدارس والجامعات. نعم. بدي أعطيهم شيء لأنه الطلاب ياخذوا موسوعات ما بياخذوا بياخذوا. ومحظوظ انك التقيت فيه وعاصرته ولو بفتره معينه. لأسباب انه حبيت اكتب عنه. هلا مثلا اللي عم بيحافظوا له على تراثه ومهتمين فيه جدا هني اولاد ابنه، اولاد ابنائه. هو عنده ثلاث ابناء الاخطل، عنده اللي كان نحبه كثير اسمه عبد الله الاخطل، توفى شاعر مثله، وعنده شاب تاني اسمه جوزيف محامي كمان توفى السنة، وعنده شخص ثالث اسمه ناجي. أولاد أولاده نعم. عن يهتموا كتير من شان يحافظوا له على هالتراث. شكرا على هاللمحة يعني اللي قدمت لنا إياها عن حياة الخاصة والإشي يمكن اللي نحنا ما بنعرفه عن الأخطل الصغير، ومثل ما تعلقت حضرتك فيه بروحه الحلوة وبحياته كمان وبهالشعر الغني اللي بيقدمه. نحنا كمان متعلق كل أسبوع أنه نلتقي فيك دكتور سهيل مطر. أهلا وسهلا فيك، بدي أتمنى لك سنة تكون كتير حلوة وخير عليك. كمان بدي أتمنى لكل المشاهدين وينعاد عليكم بالخير.